الآن واحد بيقول بولس الرسول يقول ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة؟ وقرأت في تفسير هذه الآية أنه يعتبر الزواج بتولي، وسألت أحد الخدام الكبار عن الزواج البتولي فقال لي إن الكنيسة لا تبارك هذا الأمر، فما رأي قداستكم في هذا النوع من الزواج بالرغم أن هناك من سلكوا فيه وصاروا قديسين؟ لا، هو حكاية أليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة؟ كتير من الآباء الرسل اللي كانوا متجوزين بعد أن عاشوا في الحياة الرسولية، يعني كانوا متجوزين قبل ما ربنا يدعوهم أنهم يبقوا رسل، فبعد أن صاروا رسلا عاشوا مع كل واحد عاش مع زوجته كأخت، على اعتبار أن بولس الرسول قال إن غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. أما عن الزواج البتولي فليس حقا كما قال لك ذلك الأخ الفادم من الخدام الكبار إن الكنيسة لا تبارك هذا العمل. لا طبعا الكنيسة تبارك أي حاجة ما دام مناسبة للطرفين، وإحنا عندنا كهنة بتوليين ما جوزوش خالص، ولكن حرب من الحروب على الطرفين انهم يتجوزوا زواج من هذا النوع ويعيشوا مع بعض في غرفة واحدة وعلى فراش واحد وهم نادرين البتولين، جايز يتعبوا في حياتهم فيما بعد. فلذلك نحن لا نفضل ان واحد يتجوز واحدة وهم الاثنين يندروا الحياة البتولية، جايز يحاربوا ويتعبوا وضميرهم يتشكك لو عاشوا حياة زوجية طبيعية. سؤال: هل كما يقال ان روح الانسان الميت تبقى في الملابس التي كان يرتديها قبل الموت؟ طب الروح تصعد لربنا تصعد بالملابس؟ انتوا ما يجيلكوا كلام خيالات وخسعبلات زي دي، يحتاج لسؤال: ايه علاقة الروح بالملابس؟ ده السيد المسيح نفسه يعني ساب الملابس بتاعته. صاحب السؤال برضه أو صاحبته بيقول هل يمكن في الخمسين المقدسة إني أعمل وطنيات في الصلاة الخاصة؟ مجرد السجود العادي ممكن، لكن وطنيات بمعنى وطنيات لا، بدليل إن إحنا حتى في الخمسين بنخش ونسجد قصاد الهيكل ونصلي، فدي تعتبر سجود احترام مش وطنيات اللي هي بمعنى كلمة ميتانويا يعني توبة، اللي هي الوطنيات الخاصة بالانسحاق القلب والحسن على الخطية والتوبة. أرجو الإجابة لأني في حيرة. عندي مبلغ معين
يعتبر من العشور. كنت قد أحببت أن أعطيه بالكامل لجهة معينة لخدمة معوقين، لكن افتكرت أن أعطي جزءا منه لأحد دور الملاجئ، أي أن أقسمه نصفين، يجوز ولا لا؟ هل الموضوع كان مجرد فكر ولا ندر؟ إن كان فكر الإنسان بياخد ويدي مع الأفكار، إن كان ندر يبقى تنفذ الندر زي ما هو. وبعدين في مرة تاني تبقى تدفع للملجأ اللي انت عايز. ما الفرق بين الفردوس والملكوت وجهنم والجحيم؟ الفردوس والجحيم أماكن انتظار، دي للأبرار ودي للأشرار. جهنم مكان العذاب بالنسبة للأشرار، والملكوت مكان النعيم بالنسبة للأبرار. يعني مكانين للانتظار ومكانين للمصير الأبدي. واحد بيقول توجد آيات كثيرة في الكتاب المقدس تقول إن المسيح هو الله والمسيح ابن الله، فما هو التفسير البسيط المقنع الذي نقوله عندما نسأل كيف يكون المسيح هو الله وابن الله وشكر؟ هو ابن الله، أقنوم الابن هو اللوجوس، أقنوم اللوجوس الكلمة. القديس جيروم ترجم كلمة اللوجوس بالكلمة، عشان كده في الترجمة الفرنسوية يقولوا لا فيرب، لأن الكلمة باللاتيني فيربوم. مش المهمة مسألة لغوية، لكن اللوجوس اللي هو الابن عبارة عن عقل الله الناطق أو نطق الله العقل. فإذا كان الابن هو عقل الله الناطق، يبقى ممكن تقول هو عقل الله، وممكن تقول هو الله، على اعتبار ان الله هو العقل الكلي الذي يدير الكون. الله هو العقل الكلي الذي يدير الكون. فإذا كان هو عقل الله والله هو العقل الكلي، إذا ممكن نسميه الابن أو نسميه الله إلى آخره. كما أن مثلا الروح القدس هو روح الله، فممكن تسميه الروح القدس وممكن تسميه الله، على اعتبار أن الله هو الروح الكلي الذي يعطي الكون حياة، والله وروحه كيان واحد، والله وعقله كيان واحد. فممكن حتى في البشر تقول، ممكن تقول ده إنسان ذكي جدا وعقل كبير، وممكن تقول ده إنسان عبارة عن عقلية كبيرة، فتقول هو إنسان وهو عقلية. وكلمة إنسان وكلمة عقلية ماشي مع بعض، مع أن العقل جزء من الإنسان. واحدة تقول تزوجت من شاب رسولي بروستانتيا، وأنا فتاة أرثوذكسية من أجل الأهل ومحبتي لهذا الشاب، وأريد التناول في كنيسات أرثوذكسية، علما بأن الأب الكاهن لم يوافق على إعطاء حل للتناول، فأرجو حل من قداستكم، لأنني مشتاقة إلى كنيستي والتناول. واللي ماضي زوج الفتاة، يعني البروتستانت، بالنيابة عنها لأنها هي في الصيد. طبعا أنت غلطانة اللي تتنازلي عن أرثوذكسيتك
من أجل محبتك لشاب من الشباب، المفروض تحد عقيدتك أكثر، والكنيسة ما تسمح لكيش إنك تتناولي كمان. مش عارف الزواج بتاعك كان زواج في الكنيسة الأرثوذكسية ولا خارج الكنيسة؟ أعتقد في الكنيسة الأرثوذكسية ما يوافقوش إلا لو الكاهن عرض نفسه للمسائل. وأقول على كل الموضوع هو درس غيرك. واحدة بتقول أنا فتاة بعد أن تناولت ذهبت مباشرة بعد التناول لأعترف، يعني ما كانش عندها فرصة أنها تعترف قبل التناول فراحت تعترف بعد التناول، وبعد أن اعترفت لم يقرأ لي أب اعترافي التحليل، وعندما سألت لماذا قال لي كيف أضع يدي على رأسك وأقرأ لك التحليل وأنت في داخلك المسيح مصدر كل البركات وصاحب الحل. وهذا الوضع تكرر أكثر من مرة، وهذا مبدأ أب اعترافي. أنت عايزاني السؤال ده أجاوبه ليك أنت ولا الأب اعترافك؟ لا خطأ إطلاقا في أن يضع يده على رأسك ويقرأ لك التحليل بعد التناول، ما فيش خطأ، لأنك أنت باستمرار مفروض المسيح موجود جواك حتى من غير تناول. على رأي بولس الرسول لما يقول المسيح يحيا فيا، وهو لما بيقرأ التحليل ما بيقراش للمسيح اللي جواك، بيقرأ لك أنت. وإن كان مش عايز يحط إيده على رأسك فعلى الأقل يقول لك الله يحلك بلسانه وخلصت الحكاية على كده، يقول لك يا بنتي الله يحلك ويغفر، هو بس وضع اليد المهمة في الكلام. لا هو أب اعترافك محبكها قوي أزيد من اللازم. لما أقول لك إزاي أحط إيدي على رأسك قول له سلمت إيدك يا بون ما تخافش. هيقعد باستمرار يعمل كده. طب وانت يعني غير التناول والمسيح جواك، ما الكتاب بيقول انتم هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم. انا خايف ابدا اعترافك يجي في يوم من الايام يقول ما اقدرش احط ايدي على راسك عشان من الروح القدس جواك، والحكايه اتلخبط خالص بقى، مره الابن ومره الروح القدس. قولي لي عليه وانا اقول له الله يحلك حط ايدك على راس البنت دي، ومش بس راسها هي وراس كل البنات المتناولين، وخليك راسي. عجيب اوي الاب غدوه. ما هي الأسباب التي تمنع الإنسان من التقدم للتناول من جسد الرب سواء رجل أو امرأة؟ أول سبب هو عدم التوبة. أول سبب هو إيه؟ عدم التوبة. لا أسف خليها تاني سبب. أول سبب عدم الإيمان. أول سبب إيه؟ عدم الإيمان. وتاني سبب عدم التوبة. وسبب ثالث ولو انه يخش في عدم التوبة اللي هو ان يكون في حقد في قلبه من جهة اي انسان. دي برضه تمنعه منه. وفي سبب رابع
وهو الطهارة الجسدية. يعني المفروض أن الإنسان الذي يتقدم للتناول يكون طاهرا جسدا وروحيا.